يقول القائل: شنية العلاقة بين الزبلة والزطلة في تونس؟ هل أنه تشابه الكلمتين واختلافهم في حرف وحيد عنده علاقة بالعلاقة اللي ما بيناتهم؟ إيجا نحكيه جينجل. تعريف الزبلة هو أي حاجة يتم استعمالها أو استهلاكها ولات عديمة الصلاحية، ولا لازم نتخلصوا منها بطريقة غير طبيعية، كيما اكزامبل ياغورتا دبو زمي بنو متاع عجلة كوش متاع بيبي مزالت كي إلى آخره. الزبلة حشاكم في تونس وفي العالم حاجة معروفة، يمكن زادة في تونس أكثر شوي. المصبات متاع الزبلة في تونس ماشيين ويكثروا، والقموم ماشية وتتسد، والريحة هي مش ندخل الزبلة بالزبط. أو جي شنو اللي يخلي الزبلة لازم نتخلصوا منها بطريقة غير طبيعية؟ شنو الفرق ما بين كيف ناكل ياغورتا ونطيشها وما بين ناكل بانانا ونطيش القشر؟ علاش كيف نطيش زبلة في الجنينة ونرجع بعد شهر نلقاها مازالت لهنا وعملت ريحة منتنا؟ الجواب سهل: بلاستيك. البلاستيك مادة يتم تصنيعها من البترول، خاصيتها أنها كاسحة نسبيا ونجم نعطيوها الفورمة اللي نحبوا عليها. يا اخي استعملناها في المجالات الكل. المشكله في البلاستيك على عكس الفضلات الطبيعيه انه ياخذ برشا وقت باش يتحلل في الطبيعه، برشا وقت. باش نعملوا مقارنه صغيره، الورقه كيف تطيح من الشجره تدخل ديريكتومون في فاز نتاع ديكومبوزيسيون، وفي ظرف شهر ولا شهرين ماكسيموم ما عادش تلقى لها حتى اثر. البلاستيك لازمه 450 سنه. معناها اي قطعة بلاستيك تتطيش لازمها 450 سنة باش تتنحى من كوكب الارض. معناها كلي طيش يا غرطة هذاك باش يحضر عليها ولد ولد ولده. هذا كانت كاثر الساعة، احنا ماذا بينا ما يتكاثرش. اللي طيش هكاك ماذا بينك ما تجيبش. هذاك علاش الزبلة اللي هي ديجا كلها بلاستيك تزيد قربتها انت في شكارة بلاستيك، يهزها عاون بلدية من الحاوية يحطها في الكميونة، الكميونة تهزها للمصب، المصب ما عاد عنده وين يصب. تلموك الشي عرفتها جاي على بعضه يصب هاشي في ضبوط القردة، ما هيش باش تتنحى. على خاطر لازمها حل، فهمت؟ على خاطر البلاستيك لازمه 450 سنة. هذي الزبلة اللي تهزها البلدية كهو. ما نحكيوش على كالزبلة، عرفتوا هك اللي تبدأ في الشارع ويهزها الماء وتهبط في القموم، وكل ماء هذاك الكل وكل يهزز معاه ما يلقاش كيفاش بشي يتعدى، على خاطر البلاستيك ما يعديش الماء في القمة. ومدام البلاستيك لازمه 450 دونك هوني عنا زوز أسئلة يطرحوا أنفسهم: شنو الحل في الزبلة؟ وش مدخل الزبلة في الزطلة؟ مش نجمو نجاوبو، هات نعملو تحقيق صغير على الزطلة وبالتحديد نبتة القنب. القنب نبتة تحتوي في مستوى النوار والوراق على مادة اسمها دلتا نوف تترا هيدروكانابينول، أو أسهل كيف نقولو THC. THC هي مادة تبروفوكي ديزيتا موديفيي دو كونسيونس، altered state of consciousness، ولا تو سامبلومون الشيخة في المخ صاحبي. لكن نبتة القنب تنقسم الى زوز انواع رئيسيه: كانابيس انديكا وكانابيس ساتيفا. كانابيس انديكا هي النوع اللي معروف بالقنب الهندي، وهو اللي يحتوي على نسبه عاليه متاع THC تخلط الى 35%، وبطبيعه يعمل الشيخه في المخ. بينما كانابيس ساتيفا والمعروفه بالقنب الصناعي نسبة THC فيها ما يفوتش 0.4%. القنب الصناعي هو اللي بشي خلينا نجاوبوا على الأسئلة ونعرفوا شنية العلاقة ما بين الزبلة والزطلة. النوع الآخر تو نحكيو عليه من بعد. القنب الصناعي رغم أنه ما فيهش برشا THC لكن عنده برشا خاصيات أخرى جديرة بالذكر. يا سيدي شد عندك. النبتة هذه ما تستحقش مبيدات حشرية وإلا سماد حيوي، وتستهلك شوية بركة ماء في الشهر ولا الشهرين الأولانيين متاع النمو، من بعد العروق متاعها يوليو زوز مترو دونك تجبد الماء وحدها ودونك ثانيا بعد ما يتجمع يخلي الأرض غنية بالأزوت والفوسفور، الشيء اللي يعاون الزراعات اللي باش تتحط من بعد وبالأخص القمح والقطانية. ثالثا في عالم النباتات نبتة القنب تحتوي على أكثر من 80% سيلولوز. سيلولوز
ركز معاه. رابعا في الاستعمال الصناعي، شيء ما يتخسر في نبتة القنب، من الساق الى البذور مرورا بالاوراق، كل شيء يستعملوه شيء ما يتلوح. خامسا الالياف اللي تم استخراجها من نبتة القنب، بيتم استعمالها في النسيج ويعوض القطن، على خاطر يستهلك 10 مرات اقل ماء ويتطلب اقل وقت. اخيرا واهم نقطة، السيلولوز اللي موجود في النبتة يتم استعماله في إنتاج الورق بأنواعها، وسيرتو بلاستيك بيوديغرادابل. اي نعم يا سيدي، اي حاجة موجودة قدامك ولا تستعمل فيها يوميا ومتكونة من البلاستيك، النجم نصنعوها أبارتير من القنب الصناعي بلاستيك بيوديغرادابل، يتحلل في 3 شهور أكهو. 450 3 شهور، 450 سنة 3 شهور. ملا زوز أسئلة باش نجاوبوا عليهم بجواب برك، شنو هو الحل في الزبلة وشنو علاقة الزبلة بالزطلة؟ الزطلة هي من أحسن الحلول باش نقصوا في الزبلة، بتبيع بالزطلة هنا فما نحكيه على القنب الصناعي ساعة. القنب الصناعي اللي فيه 0.4% THC ينبت فيه ساعة، ما يستهلكش برشا ماء، ياكل دوبل ليش سباس، نجمو نستعملوه في برشا ميادين صناعية ونعملو بيه بلاستيك طبيعي. أكثر من هكا عادي يولي دلال. لا ما يجيش. ليه خدر ولا ليه خدر يحطوله الحياة تولي أنظف وأسهل. معناها تاخذ قبليه، القبليه ذيك معمول بالورق بيوديغرادابل، فيه مغرفة بلاستيك معمولة من بلاستيك بيوديغرادابل. لا كوكراتشا. والطيش من بعد في محبس في شهر ولا شهرين يتنح. يظهر لي حل ماهوش خايب، باستعمال البلاستيك البيوديغرادابل اللي نستخرجوه من نبتة كيف ما لقينا بالصناعي، ومواي نجم يعاوننا باش نستحفظوا على المشاهد الطبيعية الخلابة ونرتاحوا شوية من المناظر السياسية القلابة. توا إيجا نحكيو على النوع الآخر، القنب الهندي. قبل كل شيء لازم نعرفوا اللي القنب الهندي والقنب الصناعي يتم استعمالهم الزوز في المجال الطبي بعد استخراج مادة CBD. على عكس THC، مادة CBD ما عندهاش تأثير على المخ، إنما عندها تأثير على البدن، وتأثير مش خيب خلاص. CBD يلعب دور أنالجيزيك، ينحي الوجايع معناها، كيف وكيف تيزانة متاع بابونج، تيزانة متاع رند، ترونجية. يستعملوا CBD في علاج برشا أمراض كيما السرعة، كيما باركنسون، كيما جيل دو لاتوريت، كيما ديبريسيون، فما الانسومني، زادة تبدا ناقص نوم معناها. العشرة سنين اللي تعداو برشا بلدان في العالم بداو يأطروا ويعملوا في شوية تقنين للاستعمال الطبي سورتو متاع القنب، وفما فيهم بلدان زادوا قدموا في الفكرة وقالوا علاش ليه ما نعملوش يعني قانون للاستعمال الاخر. صاحبي بلدان كيما البرتغال، الدنمارك، اليونان وامريكا عملوا قانون لتأطير المسألة ولم يكونوا من النادمين. ولاية كولورادو صادقت على قانون الشيخة عام 2012 وفرضت تاكس على نقاط الزرع ونقاط البيع. طبعا مدام الأمور ولات قانونية، السياحة زادت والحلال مزادت، وتولدت هكا ظاهرة تتسمى السياحة الخضراء. عام 2014 احصائيات عملت في الدول اللي صادقت على قانون الشيخه، في كل من هولندا، البرتغال والدنمارك، نسبه مستهلكي القنب الهندي من السكان المحليين هبطت الى 20%. في ولايه كولورادو امريكا نسبه الاجرام نقصت ب 38%، ورغم انه 9% برك من السكان المحليين تاع ولايه كولورادو يستعملوا الماريجوانا، الا انه السياحه الخضراء حركت شوية المرشي وخلى الولاية تصور عائدات من خلال التاكس قيمتها 8.7 مليار دولار في العام. أيا على خير. طبعا نفرضوا على سبيل المثال انك تفرجت في الفيديو وعجبتك وانك زادة موافق على انه نتعداو للبلاستيك بيوديغرادابل، شنو اللي تعملوا سيدي خويا؟ سهل ياسر، تبارتاجي الفيديو في الديسكريبسيون باش تلقاو شويه ليانات نتاع كلكو فيديو اللي يحكيو على الموضوع هذا باكثر تدقيق، الناحيه العلميه، الناحيه الاقتصاديه نتاع الحكايه، وان شاء الله تكون عجبتك.